بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب قراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. وروى أيضا عن عطاء معناه: إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك ثم يعود إلى القراءة. وقال مجاهد: إذا تثاءب أمسك عن القراءة. نعم، المواصلة القرآن في حال التلاوة لا شك أنه أجود وأحسن، ولكن إذا عرض للإنسان عارض يقتضي قطع القراءة فلا بأس أن يقطع القراءة بقدر الحاجة ثم يعود لتلاوة القرآن ويواصل القراءة ويواصل الآيات حتى يكمل القسط الذي يريد قراءته من القرآن. فالمطلوب مواصلة التلاوة مهما أمكن، ويجوز قطع القراءة لعارض ثم يعود إلى القراءة. أما أن يقطع القراءة لغير عذر، كان يتحدث مع الناس أو يعمل عملا يترك معه القراءة، فهذا خسران، إلا أن يكون هذا العارض أمرا ضروريا أو أمرا لازما فلا بأس بذلك، لكن يعود إلى القراءة ويكمل ما بقي من حزبه الذي يقرأه في اليوم أو في الليلة. نعم. وفي الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليمسك عن القراءة. نعم، التثاؤب هذا يدل على الكسل، فالإنسان إذا عرض له تثاؤب يكظم مهما استطاع، فإذا غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ويسد فمه ولا يفتحه، وهذا في حال قراءة القرآن من باب أولى. نعم. وكان إبراهيم إذا قرأ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالوا اتخذ الله ولدا ونحوه أخفض صوته. كان إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي رحمه الله إمام التابعين، إذا قرأ القرآن وجاء على ذكر معايب اليهود أو النصارى في حق الله فإنه يخفض صوته بذلك حياء من الله سبحانه وتعالى. قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومنزه عن الصاحبة والولد، أحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد، والولد جزء من الوالد، والولد شبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له وليس له ولد، ليس له ولد، نزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى، لأن الولد شبيه بالوالد، ولأن الوالد بحاجة إلى الولد، والله غني عن خلقه. نعم، أحسن الله إليكم. مشروعية ما يقوله بعض الناس في بعض الألفاظ للتنزيه عند مثل هذه الآيات في الصلاة أو في غيرها، إيش يقول؟ يعني أشهد أن الله أحد صمد، أشهد أنه لا إله إلا هو، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تكون في سياق الآية أحيانا، تقال أحيانا في الصلاة. ما يقول الإنسان شيئا إلا مما ورد، مما وردت به السنة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. نعم، فهذا مثل هذا يجوز إذا ذكر ما قالته اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، يقول القارئ الله جل وعلا نزه نفسه عن الولد، لم يتخذ ولدا ولا زوجة. نعم. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا. نعم، إبراهيم كذلك، إبراهيم النخعي يكره أن يفسر القرآن بشيء من أمور الدنيا. نعم. وعن عبد الله إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم سكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه، يعني كأنه يقول ذكر الآية السابقة الآية المسؤول عنها أو شيء من هذا. نعم، يذكر الآية السابقة ليستذكر ما بعدها، ليستذكر ما بعدها. نعم. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة كان أنس إذا ختم جمع أهله ودعا. نعم، كان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكمل قراءة القرآن ويختمه يدعو أهله ويحضرهم عند ذلك، لأنهم يشاركون في الأجر الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى عند ختم القرآن. نعم. وروى أيضا عن ابن عباس أنه أمر رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فشهد ذلك. نعم، وكان ابن عباس أيضا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد هذا الرجل أن يختم القرآن حضر عنده ليشارك في الأجر، دل على مشروعية ذلك والاجتماع عند ختم القرآن. نعم. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة قال أرسل إلي مجاهد وابن أبي لبابة فقال أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. نعم، هكذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يحضرون عند من يختم القرآن ليشاركوا في الأجر ولتعمهم الرحمة التي تنزل عند ختم القرآن. نعم. وروى عن طلحة ابن مصرف قال أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وهذا الأثر عن الصحابة، عن السلف الصالح، أنهم كانوا يختمون القرآن في أول الليل،
وكانوا يختمون أيضا في أول النهار، ويقولون إن الملائكة تصلي على من ختم القرآن في أول الليل حتى يصبح، وتصلي يعني تدعو لمن ختم القرآن في أول النهار حتى يمسي، وهذا فضل عظيم ويدل على تحري أول الليل وأول النهار لختم القرآن. نعم. وعند الدارمي الصحيح عن جماعة من التابعين صيام يوم الختم، وكذلك من أنهم كانوا أيضا يصومون في اليوم الذي يختمون فيه، يختم القرآن وهو صائم، فيجتمع له الأجر، أجر الصيام وأجر ختم القرآن. نعم. ولهما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم في آخرها سجود، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من حوله معه من المسلمين والكفار، حتى الكفار سجدوا معه، حتى إن رجلا منهم يعجز عن السجود على الأرض فأخذ كفا من التراب بيده وسجد عليه. فلما شاع الخبر وكان المسلمون قد هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الكفار، بلغهم أن الكفار سجدوا فقالوا إنهم أسلموا، فجاءوا من الحبشة وتبين أن الكفار لم يسلموا وإنما فعلوا هذا موافقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم، وهذا لا ينفعهم شيئا لأنهم على غير ملة الإسلام، وإنما فعلوه موافقة للمسلمين لما سجدوا، وأيضا أثر فيهم القرآن العظيم. نعم. وعن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. نعم، في هاتين السورتين، لأن هاتين السورتان فيهما السجدة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا في سورة الانشقاق يستحب السجود عند ذلك، والسورة الثانية اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، وفي آخرها واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، ففيها سجدة أيضا. نعم. السجدات التي في القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2، سورة الحج. نعم. ولهما عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فدل على أن سجود التلاوة غير لازم، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد ذكر الله فيها عن داود عليه السلام ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فداود عليه السلام سجد وأناب إلى ربه عز وجل توبة منه لربه عز وجل، ظن أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقد اختلف العلماء في هذا، هل هذه سجدة فيستحب السجود عندها، أو أنها ليست من عزائم السجود وإنما هي خاصة بداود عليه السلام، الله أعلم. نعم. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل
وفي الحج سجدتين. نعم، هذا عدد السجدات التي في القرآن، وأولها السجدة التي في آخر سورة الأعراف. نعم. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. نعم، في الحج سجدتان، في أول السورة وفي آخرها. قوله ومن لم يسجدهما لا يقرأها، يعني هذا من باب التأكيد وليس من باب الوجوب. نعم. ولهما عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ولمسلم في غير صلاة. نعم، هذا دليل على سجود التلاوة، هو أنه متأكد، وأنه متأكد من السنن المؤكدة، ودليل على أن السجدة للقاري الذي قرأ آية السجدة وللمستمع دون السامع، يسجد المستمع الذي قصد الاستماع، أما من مرت عليه آية السجدة وهو لم يقصد الاستماع فهذا ليس عليه السجود. نعم. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلمة وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا. نعم، هذا يدل على أنه إذا سجد القارئ يستحب للمأموم أن يسجد معه، أما إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير. والسلام.